دي بس عشان تقيلة قوي عليا. ايه ده؟ لو سمحت هو صورنا بالكاميرا دي عشان يدي الصورة لبابا، لو سمحت قول له هات الصورة. هات الصورة لو سمحت. لو سمحت عشان ده صورنا عشان ينشر صورتي مع أي حد في الجرنان الصبح. طب قول له هات الصورة. لو صورنا مع بعض حالا بالكاميرا، قول له لو سمحت مش عايزين نتصور مع بعض. نعم. انت صورتني؟ انت وياها. انا وياها؟ اي نعم. ليه؟ ايه؟ ابوها قال لي وين ما بتروح صورها. ما بصورها بقص الصورة بالنص. لا بيعطي صورة كاملة انت وياها. انا وياها؟ طب ليه احنا عملنا ايه؟ مسكين ماشي. لا لا ما ما بخليك. انا بكلمك تعالى بس. انا مالي فاضي مستعجل عندي تصوير. روح صور واحدة ثانية. لا انجزها لك؟ ليش تنجزها؟ شو قولي انا خلاص ابوها. قول له بس انا عايز الصورة لو سمحت. ابوها بيتكلم. هات الصورة. لا انت عشان تفضحنا هات الصورة لو سمحت. هيفضحني بالصورة دي يا ربي يخليك كل وقت. عادي عادي. لا انت عادي انا مش عادي انا. ابويا هيبهدل الدنيا عليا وعليك عملها في انت واحده سعيدة لو ابوك سعيد هيبهدل سعيد والله قول له بس من ايه يذبحك ابوك هت... لا بص يا صاحبي على فكره هو خد رقم عربيتك وصورنا مع بعض تعالى صورنا انا وهي يا ابني تعالى اوكي يا حاج انت حاج لو سمحت هات ما دخلني هات ال طب لو سمحت هات لنا الصوره منه 160 طب هات منه الصوره يا ابني خليك اضربه لا قول له خلي بس تتكلم في ايده انا لو جبت له البوليس هيبهدلوه عشان هم عارفين انا بنت مين بس جيب لي بس الصورة شوف انا هعمل لك فيه ايه ما تستفزنيش وانا واقف ليش بقى؟ انت صورتني مش بنكلمك؟ انت وياها ماشي؟ ايه لكن تاخد رقم اللوحة مالك ومال كيف بدي اعرف صورة من صورة انا؟ ها؟ كيف بدي اعرف انا صاحب الصورة؟ منين؟ من لوحة؟ لا ما بدي بطاقة يعني بدي باسبور انا بدي اخذ تاكسي الله يرضى عليك بدي امشي طب تعال اركبك معي لا مو معك معك ما عاوز خايف يا تاكسي ما عليك انت خليني امشي في العين بدي امشي يعني انت استفدت هنا طب تعال هنا بدي امشي لا تعصب علي احنا بنكلمك يعني لا تعصب علي بدي اخذ تاكسي خلاص اوكي خليني شو بدك بالصورة هلا ما شو بدك بالصورة شو بدك بالصورة صورتنا واحنا حرين فيها مش عايزين يا سيدي تاخذها دلوقتي اسالك سؤال انت ايش جنسيتك؟ شو بدك بجنسيتي هلا بدي خد اسمعني لما اكلمك تكلمني مو شو ليش مشان شو ها انا صورتك هو عارف انا اقدر اعمل فيه هات لا هات بس حضرتك الكاميرا هات الكاميرا خفية يا رب بالعقل بالعقل ولا بالعافيه؟ بالعقل طيب انا اخطات في ايه؟ ما اخطات طب انا ذنبي ايه؟ ما لك ذنب طب بتصورني ليه؟ مشان انت وقفت معه لا اله الا الله محمد رسول الله انا اعرفها انا كنت معيدها ممكن تعرفها هذا اللي انا ممكن اعرفها منين؟ انت عايز تجيب دي هذا اللي بيتاكد منه انا اعرفها منين يا عم الحاج؟ هذا اللي بيتاكد منه بس وجه الصوره لابوها يا عمي انا دلوقتي انا ذنبي ايه في الموضوع ده وانا ذنبي ايه بعتني ابوها لا اله الا الله محمد رسول يا عم انت تتصورها لما توقف عربيه ملاك توقف تاكس يوقف لها لكن انا دي شاورت لي انا ذنبي ايه لازم ما توقف تعرف انه ازاي يا عم انا لو اي لو انا ماشي واي حد شاور لي عشان اكل عيش ما اكل صحتين بس انا شو ذنبي اذا انا دلوقتي بس فهمني كده بالعقل إيه؟ انت ليه بتاذي انا اكل عيش لا ربنا يخليك طب اكل العيش بالاسى لا مو بالاسى طيب انا عملت اسى شوي بالتشويه طب انا عملت اسى اه انا عملت اسى انت ما عملت انا عملت الصوره ربنا يخليك اصوركم انتوا اثنين مع بعض دقيقه صوره ثانيه لا ازاي يا عم بصور كلمه ازاي لا يا الله محمد رسول الله لا بس ليش عم توقف معه لا اله الا الله يا عم انا مش باكل عيش انا دلوقتي فهمني امشي من هون ليش تصور لو سمحتي ما انت خلاص رجال انا بدي اروح عندي شغل اول سيبني المفتاح طب سيبني المفتاح انا واقف معك طيب يا عم حد صلى الله عليه وسلم الراجل اللي حضرنا معلش ما حدا دخله ما حدا دخله لا لا ما حدا دخله الناس لا ما بعدين طب يعني تفضل تفضل بالله يا استاذ تفضل شوي بس تفضل شوي خلص وقف من بعيد عنا شوي لا تدخل مشكلتنا استاذ بس لحاجة شغله انت ليش وقف مع هذا الصوت يا عمي يا عمي انا دلوقتي انا ليه انت لو شاورت لاي تاكسي على ايدك ولا لو شاورت لاي عربيه هتوقفك ولا انت ليش تصور معي يعني لا انا الصراحه انت اللي صورتني هو انا صورت وقفت معها يا عمي ارجوك والنبي يا ربي خلي جدي له الصوره يا اخي طول بالك طول بالك بس لحقك شغلك انا هقفل انا هقفل العربيه بتاعتك طيب عشان نتكلم احنا بنمزح معك الكاميرا خفيه شفتها
ها انت بتعرف ابوها بيحدد هالشيء؟ انا ماله مال ابوها يا عم، انا ما اعرف ولا اعرف ولا اعرف ابوها ولا اعرف انت مين. انا اللي علي تعرفني؟ لا انا اللي علي ساويته، بس بكره بشيل بعرفك، بس شوف الصوره. الصوره طبعا بدها تعرف الصوره. لا لا ما خلاص يا ريت عيدين تعرفني ليه؟ بكره 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 انت بتعرف تتكلم معاك. لا 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 انا بس عيون نفسي. لا لا انا ابويا معروف يا عم. يا ستي طب انا مالي، انا مالي يا ستي وانت بتشوه. انا انا ما انا لا اتركني بدي امشي. انا بدي اروح. انا بدي اروح. يا عم احنا بنتكلم مع بعض. انا بدي اروح بدي اخذ تاكسي وامشي. احنا بنتكلم في الفارق. انا بدي اخذ استاذنك. قل لي شو بدك بس استاذنك. انا بتكلم معك ما فيني اقرب كثير لهنيك يا عم الحق عيب. ما بيصير. لا مشان هون هون كادرنا هون الدورة اللي بنحسن ناخذ فيها. يا عم بس بدي اتكلم معي مش عايز يتكلم. يا اخي ما بس بدي اروح. انا بدي اروح بدي اروح. تعال بس انا اتكلم. بدي اخذ تاكسي بس دقيقة. طب ثواني بس بدي اخذ تاكسي دقيقة. عيب عيب. لا ما هيك لانه هنيك ما بتكلم معي. هنيك بنقعد مبين على الكاميرا خفية. طب السلام هنيك هو الكاميرا هنيك. بصي لو سمحت انت. صورتك انا صورتك صورتك حبيبي ما كان يشوف الحل. صورتك انت وياه لابوك. انت مين انت؟ انت مين انت؟ من عندها من الحاره. انت من عندها من الحاره؟ اه طيب عندك من الحاره خلاص يا حاره. اخذت رقم سيارتك وبتكذب وهات الكاميرا ومالكش دعوه. لا 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 ما في شيء من هذا خلاص. انا صورتها وعود الله ابوها. طيب هات لو سمحت. بدي اخذ الصوره. عايز ايه؟ بدي اخذ الصوره. هات الكاميرا من ايده ربنا يخليك. بدي ارجع لابوها. طيب انت انت بتصورني انا ليه؟ انت وياها. ايوه انت بتصورني انا ليه؟ لانه انتوا الاثنين وقفتوا عم تحكوا مع بعض. هو بيساعدني. لما بنحكي مع بعض. ابوها قال لي صورها وين ما بتروح. ابوها قال لك كده؟ اي نعم. وانت بتسمع كلام ابوها؟ ابوها لك عم يعطيني مصلحتك. بيعطيني فلوس على مصلحتك. عم يعطيني فلوس. قدام انت عشان تسيبني وانا فاضي. صعب. خلاص هات الكاميرا وخلص. صعب بدي اروح انا. هات الكاميرا وخلص. صعب بدي اروح. هات الكاميرا وخلصها. كاميرا تشوف. هات الكاميرا وخلص. خلص لا انا بورجيك لابوك هلا بورجيك. طيب تعال هات الكاميرا مش عايز تصور معي. انا بعرف ابوها. تعال لا انا بعرف انا بعرف ابوها. هوديك لابوها ما تخافش. تعال بورجيك الكاميرا الخفية. شفتها؟ فين الكاميرا الخفية؟ محطة ايه؟ ها؟ محطة ايه؟ محطة وقود. وقود؟ لا بتكلم بجد محطة ايه؟ ها؟ قطار. لا بتكلم سلم على الكاميرا ها؟